السلام عليكم، قبل الله طاعتكم، طيب وفاكم بالصلاة والسلام عليه. ما زال النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دخوله للمدينة، اليهود يظهرون العداوة، ومن طرق العداوة الأسئلة التي تثير الفتنة، قصدهم الفتنة. جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وقالوا له: يا محمد، رجل وامرأة زنيا، ما الحكم؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما تجدون حكمهم في التوراة؟ أنتوا تعرفوا، في حلقة سابقة قلت لكم عبد الله بن سلام من علماء اليهود أسلم، فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: نفضحهم ونجلدهم. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إنما فيهم الرجم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإتيان بالتوراة، هي محرفة، بقلم جيبوها، خلينا نشوف إيش الحكم في الزاني والزانية عندكم في التوراة. فأتوا بالتوراة ونشروها، فتحوها يعني، وبدأ يقرأ أحدهم ما هو موجود من حكم الزاني والزانية في التوراة. عبد الله بن سلام صحابي كان من علماء اليهود، يعلم ما هو موجود في هذا الكتاب. ذلك الرجل وضع إصبعه على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. عبد الله بن سلام قال: ارفع يدك. فرفع يده، فهي آية الرجم، أنه ترى حتى عند اليهود في الرجم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمهما ورجما. حتى مرة من المرات البراء بن عازب يقول: مر النبي عليه الصلاة والسلام، طيب حياتك بالصلاة عليه، على رجل يهودي محمم مجلود، رجل يظهر عليه أنه زنى يعني، واليهود أقاموا عليه الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أهكذا تقيمون الحد على الزاني عندكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علماء اليهود، تعال، قال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هذا الحد عندكم؟ هكذا هو حد الزاني؟ قال: لولا أنك أنشدتني بغيره لقلت نعم، لا والله، لا حد الزاني عندنا الرجم، لكننا كثر في أشرافنا، فإذا فعله الأشراف تركناهم، وإذا فعله الضعاف أقمنا عليهم الحد. فأتينا واجتمعنا وقلنا: ما الذي نقيمه على الجميع؟ فرأينا التحميم والجلد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أول من أقام أمرك إذ تركوه، فأمر بالرجم ورجم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى هم صاروا يتناقلوا فيما بينهم، إذا أحد فعل مثل هذه الفعلة الشنيعة القذرة يقولون: ائتوا محمد، فإن أقام عليكم التحميم والجلد فخذوا بأمره، وإن أقام عليكم الرجم لا تأخذوا واحذروا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. اسمع الآن: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. اسمع الآن: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. تعرفوا القصة صح؟ اسمع الآن: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، التحميم والجلد، وإن لم تؤتوه فاحذروا. حيبدلكم على الآن الرجم، لا لا، احذروا. ترى اليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الدية. في مشكلة، أيوة في مشكلة، قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود في ذاتهم هم طبقات أصلا، فبني النضير أعلى شأن من بني قريظة، فإذا قتل رجل من بني النضير رجل من بني قريظة، إيش يصير؟ يدفع له 100 من النخل، ما يقتل الرجل نفسه، لا أعلى شأنه، كيف تساوى معه؟ وإذا قتل رجل من بني قريظة رجل من بني النضير أتوا به وقتلوه. فبعد ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حصلت حادثة، أن رجل من بني النضير قتل رجلا من الذين هم دون بني قريظة، فهذول يدفعوا لنا الرجل نقتله. قالوا: لا، نتحاكم إلى رسول الله، روحوا لمحمد، نذهب إلى محمد ونسأله. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلي عليه. فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد حصل كذا وكذا. فأنزل الله قريب أنزل على نبيه في حينها: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، بالعدل الذي علمناك إياه، النفس بالنفس. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن النفس بالنفس. غاضب يهود بني النضير، غضبوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم: أفحكم الجاهلية يبغون
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ترى يا جماعة في بداية مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعتقدوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم ساعاته كلها مناظرة مع اليهود وفتن وكذا، لا لا لا، ترى في ساعات جميلة. شوف، لما جاء الصحابة رضوان الله عليهم مهاجرين إلى المدينة، استنكروا كل ماءها، كانوا يشربون من عين واحدة اسمها روما. هذه العين استحسنوها يعني، لكن مشكلة هذه العين أنها لرجل من بني غفار يقتات من هذه العين، يعني زادوا ها ومال عياله من هذه العين، تشرب بفلوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما علم حال الصحابة راح لهذا الرجل، يا حبيبي يشعر بشعور أصحابه، قال له: أتبيعنيها بعين في الجنة؟ ما في مال هنا لكن لك عين في الجنة، يعني حتدخل الجنة. الرجل قال: يا رسول الله، والله إنها قوت لعيالي، ما عندي شيء. فتناقل هذا الكلام الصحابة رضوان الله عليهم، إنه النبي عليه الصلاة والسلام عرض على صاحب بئر روما عين في الجنة، بل إنه النبي عليه الصلاة والسلام صار ينادي: من يشتري بئر روما؟ من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ من يشتري بئر روما؟ اسمع الكلام، مين؟ عثمان رضوان الله عن عثمان. ذهب مباشرة رضوان الله عليه عثمان، المسألة فيها جنة، إلى الرجل صاحب بئر روما: بكم تبيعنيها؟ فجلسوا مع بعض حتى وصل إلى مبلغ 35,000 درهم، مبلغ كبير في ذلك الوقت، فاشتراها. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اشتريتها، أتجعل لي فيها ما جعلت له فيها؟ يعني العين أنا لي جزاء مثل ما جعلت ذاك الجزاء الأول؟ قال: نعم. قال: هي للمسلمين، هي للمسلمين. كان رضوان الله عليهم كلهم هدفهم الأول الفردوس الأعلى من الجنة، مرافقة حبيبهم صلى الله عليه وسلم في الجنة، رضوان الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفترة أيضا بداية دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، زيدت الصلاة. طيب كيف كانت الصلاة أول؟ كانت ركعتين بس ما عدا المغرب، يعني الفجر ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب 3 ركعات، العشاء 2 ركعات، هكذا حتى بداية دخولهم إلى المدينة، هكذا فرضت من فوق 7 سماوات. فلما دخلوا المدينة أمر الله سبحانه وتعالى أن تزاد الصلاة، فكانت صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات. في هذه الفترة زيدت الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم حريص في هذه الفترة أيضا، لما بنى المسجد، بعد ما بنى المسجد، ألا تعرى المدينة. كيف؟ يعني بنو سلمة لما بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، ديارهم بعيدة عن المسجد، فأرادوا أن يبيعوها ويقتربوا، يبنوا لهم بنيان أو يشتروا بنيان قريب من المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام منعهم. خاف صلى الله عليه وسلم من نظرة الحكيمة أن تعرى المدينة، فقال لهم: يا بنو سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني خطواتكم للمسجد لكم في كل خطوة حسنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فأبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه خطة حكيمة حتى يحكم النبي عليه الصلاة والسلام جميع أطراف المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. المعلومية يا حبايب، ترى العداء ما كان بس من اليهود، إظهار العداء، لا لا، حتى من مشركي أهل المدينة، كان أبرزهم أبو عامر الراهب وعبد الله بن أبي بن سلول. إيش قصصهم دول؟ إيش سووا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش أفعالهم؟ وفين راحوا؟ وكيف تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حنعرف السنابات الجاية حبايبي. الجمعة موعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى مع سلسلة أعظم تاريخ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه مستنين بسنته يا رب العالمين. حبايبي، هذه سيرته، علقوا على الشاشة وانشروها. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. لا تنسوني من دعاكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.